دلوقتي مساء الخير. طبعا انا بتكلم دلوقتي على المحاضره الثالثه. المره اللي فاتت اتكلمنا على ضريبه المياه الحره، وقلنا ان في نموذج محدد بنعمله وفي بعض الملاحظات اللي انا قلتها. هطبق هذا الكلام على تمرين، وانا مدياكو التمرين موجود عندك هنا موجود، وهبتدي اتكلم معاك واقول لك ايه بقى ازاي بنطبق او بنحل ايه هذا التمرين. دلوقتي ده التمرين موجود اهو قدامك على الشاشة، وبعد كده دلوقتي هبتدي اقراه وابتدي احله في السلايد اللي جاية على طول ان شاء الله. بعملها ان انا ببتدي احاول اخد البيانات واطبقها على النموذج. اولا ده بيزاول احد المهندسين، لازم اعرف المهنه علشان اعرف هل هذه الايرادات تتعلق بالمهنه ولا لا. بيقول لي ايه في الايرادات؟ انا بحط بقى الايرادات بتاعه المهنه، ولازم تكون محصله سواء داخل او خارج مصر. فقال لك 33000 جنيه اتعاب عمليات هندسيه، منها 4000 جنيه لم تحصل بعد. طالما لم تحصل بعد، اذا لازم اللي هيبقى محصل فقط 33000 ناقص 4000 يساوي 29000 هي اللي تتحط ضمن الايرادات. بعد كده قال لك 6000 اتعاب محصله، طبعا نعمل دايره على محصله هذا العام رغم انها تخص العام السابق، العبره انها محصله فهذه الايرادات تتحط ضمن ايرادات النموذج. بعد كده 5000 جنيه دفعة مقدمة نظير أعمال استشارية، دفعة مقدمة محصلة تعتبر، فدي تتحط ضمن الإيرادات على أساس إنها محصلة. 12000 جنيه أتعاب تصميم هندسي لمبنى بالسعودية، طالما المركز الرئيسي في مصر إذا هذه الأتعاب هتتحط ضمن الإيرادات. بعد كده حطيت لي 15000 ارباح تاليف كتاب جامعي، فده بيبقى معفاه، يا ريت تبقى كاتبه في النموذج وتكتب جنبيه ايه معفاه. ارباح ترجمه مقالات برضو تكتبها في النموذج ويبقى معفاه. هتجمع الايرادات هتلاقيها 52000 جنيه، ده اجمالي الايراد السنوي. بطرح منه ايه؟ تكاليف المهنه اللي تخص السنه سواء داخل او خارج مصر. وانا بقرا التكاليف اجي اخلي بالي من نموذج التبرعات، دي بتتاجل يا غايه ما اجمع المصاريف الاخرى واطلع الصافي، ومقابل المعاش واقساط التامين بتتحل بعديها برضو بتؤجل. اذا انا عندي ثلاث حاجات هيتاجلوا: التبرعات واقساط التامين ومقابل ايه المعاش. ابتدي ببص على البيانات على هذا الكلام، في مرتبات المساعدين 12000 هتتحط، في ايجار سنوي 2400 هيتحط، في مصاريف سياره 900 جنيه بتستخدم في العمل المهنه والشخصي، فانا باخد التلتين فقط 600 جنيه، في كتب علميه 400، في اهلاك اصول 3000، لو جمعتهم يطلع 18400، اشيلهم من 52 يطلع 33600، ده الصافي. يجي بقى معاد اللي هو ايه التبرعات. قال لك ايه بقى؟ ان انا في تبرع لوزاره الاوقاف، وزاره الاوقاف اي احدى الوزارات دي حكومه، فهذا التبرع يعتبر ايه بالكامل، ينزل يتطرح اللي هو 500 جنيه. بعد كده قال لي ان في 1000 جنيه تأمين على الحياة و1800 مقابل معاش، بجمعهم يطلع 2800، أقارنهم ب 3000 أيهما أقل يطلع 2800، أجمع الرقمين هلاقيهم 3300 أطرحهم يطلع 30300. بعد احنا كده خلصنا المياه الحرة، وهندخل في ضريبة الثروة العقارية، ودي ضريبة سهلة قوي، هي قانون واحد. بنتكلم على ايه الايرادات اللي خضع، هم ايراد تأجير عقار مفروش او تأجير عقار قانون جديد. دول الايه اللي هم الايرادات اللي خضع في الثروة العقارية.
طيب احدد الوعاء بتاعي ازاي؟ انا بشوف الايراد الشهري سواء ايراد مفروش او قانون جديد، بضربه في عدد الشهور المؤجرة واضربه في 50/100 على اساس ان 50% نسبة ثابتة. بعد كده بجيب وعاء الضريبة، هذا الايراد اطرح منه الضريبة العقارية اذا قال لي في التمرين انها مسددة. بدي ملاحظتين، طب افرض ان هو ما قاليش عدد الشهور المؤجرة فبفترض انها 12 شهر لان ضريبة سنوية، ومعنى 50% دي ايه؟ ان القانون حكما قال ان 50% ايراد و 50% تقابل جميع التكاليف. على تمرين اللي هو بيقولك يمتلك احد الافراد عقار مكون من 5 طوابق قام بتأجيره لاحدى الجامعات بايجار شهري 10,000 جنيه طوال عام السنة. طالما طوال العام يبقى معنى كده ال 12 شهر. طب هو الايجار الشهري 10,000، يبقى 10,000 في 12 شهر في 50% دي نسبة حكمية يطلع 60,000 جنيه. هل هنا سدد الضريبة؟ قال لك اه سدد الضريبة، يبقى الوعاء عبارة عن 60,000 ناقص الألف الضريبة المسددة يطلع 59,000. بيتكلم ان في واحد عنده شقتين بيأجر واحدة مفروش بإيجار سنوي، خلي بالك من في الامتحان سنوي وشهري، لو هو سنوي خلاص بناخد الرقم كده، لكن لو قال لك شهري لازم اضرب في عدد الشهور، ولو ما قالش عدد الشهور بضرب في 12، فقال لك الإيجار السنوي 12,000 جنيه، ماشي كده؟ يبقى معنى كده اني على طول اني يبقى 12,000 في 50/100 يطلع 6,000 جنيه. وأجر شقة تانية قانون جديد 540 جنيه شهريا، يبقى 540 في 12 في 50/100 يطلع 3,240، يبقى الإيراد كله 9,240. أسأل نفسي هل سدد الضريبة؟ أيوة سدد الضريبة 900 جنيه، يبقى أطرح من هذا الإيراد 900 يطلع 8,340.